طيب خليني أسألك كمان سؤال، وبتمنى أن الوقت بيساعدنا. طبعا السؤال، أنا بطرح لك السؤال، يسأل: هل من المعقول أن نصدق أن الله خلق آدم من تراب الأرض؟ تمام، ده سؤال مهم جدا. احنا كده بنتكلم عن الله الخالق اللي عنده القدرة انه يقول ليكن نور فكان نور، اللي عنده القدرة انه يخلق نجوم في السماء. احنا مش قادرين نفهم قدرة الله الخالق. الله خلقنا من تراب الأرض، لكن نفخ فينا نسمة حياة، ونسمة الحياة دي هي اللي بتعطي حياة، ودي اللي الله بياخدها في نهاية العمر. والكتاب المقدس بيقول والعلم بيقول من تراب وإلى تراب تعود، فالإنسان لما بيتحلل بيتحلل إلى مكونات التراب. فإحنا مكونات الكالسيوم اللي في جسمنا والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم وكل الحاجات دي كلها بتتحلل إلى التراب. فالله معقول جدا إن هو اللي خالق من هذا التراب. عارف البديل إيه؟ إن شوية تفاعلات كيماوية عملت أول خلية، ده طبعا ما بيحصلش، والخلية دي ابتدت تنقسم، ولما ابتدت تنقسم راحت عاملة أعضاء، والأعضاء دي عملت إنسان. ده كلام مش علمي نعم. خالص، لكن المعنى إن الله خالق. عارف يا أسيس نزار، واحد جاء مرة بيقول لي أنا مش هسلم عليك، أنت راجل بتؤمن بالخليقة. قلت له كويس، أنت ما كنتش تؤمن بالخليقة، عليك تؤمن إنه في البداية لم يكن هناك شيء، وهذا اللاشيء انفجر وعمل كل شيء. أنا عندي بداية أحسن. في البدء خلق الله السماوات والأرض. البدء هو الزمن، الله مصدر القوة، السماوات والأرض اللي هي المادة والفضاء. فإحنا عندنا بداية علمية كتابية أعلى من فكر الإلحاد اللي بيقول إن تفاعلات كيماوية عملت الحياة. لا طبعا، مش معقول ومش علمي. ده كلام مش علمي بالمرة. لكن الكلام اللي ليه معنى هو إن في مصدر للحياة وهو الله، وهذا المصدر للحياة عنده قدرة فائقة إنه يخلق إنسان بكل التعقيدات اللي إحنا فيها دي. وبعد كده هذا الإنسان لما سقط الرب يسوع جاء وفداه.